كنحتاجو لهاد الحلوى، ربع ديال الكاوكاو. انا خديت كاوكاو مقشر، دهنتو بشويه تاع الزيت، معلقه الزيت، وحمرتو في الفران. ربعه اللي غادي نطحنو تيكون غبره، وغادي نحتاج معاه شكلاط ابيض، كميه من الشكلاط الابيض، وكذلك ربعه من البسكوي. اي نوع ديال البسكوي يمكن لكم تخدموا به. انا عندي هنا بسكوي مخلط، يعني اي بسكوي عندكم تخدموا به. ربعه، وغادي نجمع بسكوي بالعسل اللي غادي ندفيه، ضروري تدفيو لانه ملي كيكون بارد كيف ما كتشوفوا تيكون شويه عاقد، غادي ندفيه باش يكون جاري، باش يسهل ليا، باش ما نستعملش كميه كثيره من العسل. دابا غادي ندوز باش نطحن الكاوكاو، وكذلك غادي نطحنوا حتى البسكوي. كما كتشوفوا الكاوكاو ها هو طحناه على هذا الشكل، وكذلك البسكوي ها هو حتى ولا غبره. العسل دفيناه، وها هو الشكلاط عندنا الابيض. نخبيو ونبداو بالكاوكاو هو الاول. بسم الله، نخليو هادو على جنب. صافي، ونضيف الشكلاط الابيض. الكميه اللي غادي تجمع لينا هذا الكاوكاو باش يكون عندنا واحد الخليط متماسك، يمكن لينا نشكلو منه واحد الحربول. انا هنايا كنت ذوبت 20 مرصو ديال الشكلاط، ها هو تجمع ليا كما كتشوفوا. غادي نحطو في الثلاجه يقبط راسو واحد شويه باش يمكن ليا نتحكم فيه. انا درت 20 قطعه ديال الشكلاط وما استعملتوش كله، نتوما كتشوفوا شط لي واحد الكميه. غنديرو في الثلاجه باش يشد راسو شويه، وغادي ندوز باش نخلط البسكوي مع العسل. دابا بالنسبه للبسكوي غادي نضيفو ليه العسل، نضيفو شويه بشويه، حنا كنخلطو باش ما يجراش لينا الخليط. انا نستمر هكا حتى نكمل ونوريكم القوام ديال الخليط ديالنا كيفاش خاص يكون. إلا البسكوي ديالي من بعد ما جمعتو هانتوما كتشوفو هو القوام ديالو. غادي نديرو بين جوج بلاستيكات أولا بابي سيغفيليزي، كيبقى لكم الإختيار. وغادي نطلقو بالدلاك، غنطلقو بالدلاك يكون رقيق، يعطيني واحد الطبقة رقيقة. مهم نتوما كتحكمو في الطبقة ديال البسكوي، بغيتوها تكون تجيكم طبقة غليظة راس خليوها غليظة، ومن الأحسن تجي طبقة رقيقة باش ما يكونش حتى الحلاوه تكون كتعنا باقي، غادي نغطيوها بالشكلاط. غادي نستمر بحال هكا حتى نطلقها، كما قلت لكم غتكون رقيقه. من بعد ما طلقت الخليط ديال البسكوي مع العسل، ها هو البلاستيكه كيسهل علينا اننا نتحكموا فيه. غادي نحطو دابا على جنب، وغادي نجيب الخليط ديال الكاوكاو. من بعد ما حطيته في الثلاجه كما كتشوفوا كيسهل انني نتحكم فيه. غادي نحاول نشكل منه حربول ونتلاقاو ان شاء الله. صافي، ما كنشكلو حربولات، كيبقى الحجم ديالهم السمك ديالهم على حسب حنايا شحال بغينا، يعني السمك ديال الحلوى واش بغيتوها تجي عريضه، يعني الا كنتو بغيتوها عريضه غادي تزيدو تعرضوها على هكا، اولا تصغروا يعني الحربول على هكا، نتوما كتحكموا فيها. هذا على جنب، ونجيب البسكوي ديالي. هذا كنحطوها فوق البسكوي، وكنستعملو كنستعنو بالبلاستيكه باش نلويو هاد الطبقه ديال البسكوي على الكاوكاو. هادا غادي نزيد واحد الدوره اخرى عاود. صافي، وغادي نقطع
غادي نقطع القياس ونعاود نطلقها ثاني. هذا نفس العمليه غادي نعاودها في النص ديال البسكويت اللي باقي ليا. صافي من بعد ما قدينا الحربل ديالنا نتوما كتشوفوا كنجيبوا شكلاط اسود وبشيطه كندوزو من الفوق ديالو بحال هذا الشكل هكا. كندير هذا الفاص نخليه حتى ينشف ونعاود ندورو وندير الفاص الاخر هكا حسن من اننا لخشينا غادي ياخذ الشكلاط كثير. اصلا عندنا الحلوه فيها كميه من الشكلاط والعسل يعني لا ما نزيدوا على الحلاوه هكا كيف ما كتشوفوا. غادي نخليها تنشف ونعاود ندير الاخرى ومن بعد من شفوا غادي ندورهم ونعاود ندهنهم عاوتاني ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. تم بعد ما درت الوجه درت له عاوتاني الشكلاط يمكن لكم ديروا اكثر من طبقه كتخليوها تنشف وتعاودوا تزيدوا عاوتاني الشكلاط من الفوق كيبقى لكم الاختيار. غادي نستعمل قبل ما كتكرم بطبيعه الحال كتكون نشفت شويه قبل ما كتكرم كديروا خطوط يعني فقط للتزيين. هذا من بعد ما بردت ليا الحلوه غادي نزينها شويه الشكلاط يعني درت شكلاط اسود زدت فيه شويه ديال الشكلاط الابيض كيبقاو اضافات اختياريه. ندير خطوط هكذا يمكن لكم ديروا الشكلاط الابيض هو اللي على الحلوه يعني نتوما كتفننوا كيف بغيتوا كتجي حلوه رائعه وكتخرج كميه لا باس بها يعني مزيانه يعني بنادم الا بغى ينوبع. هذا صافي غادي نخلي عاود الشكلاط هذا يبرد عاد باش غادي نقطعها. اذا من بعد ما نشفات كنقطعوا الحلوه ديالنا الموس خاص يكون ماضي السمك تيبقى قداش ما بغيتو نتوما قد هكا قد هكا يعني على حسب اللي بغيتو. نكسر بهذا القدر هنا كتجي في الحلوه كتجي المنظر زويون المذاق رائع. نتمنى انكم تجربوها وتنجح معكم وتنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للتقطع حاولوا تشدوا يعني انا ما خليتهاش تبرد مزيان الحلوه تبرد مزيان باش تشد راسها عفوا. هيا كتجي مذاق رائع ومنظر. وهذا الشكل النهائي ديال الحلوه اليوم كيف ما كتشوفوا يعني ما فيهاش مقادير بزاف وكتخرج تقريبا 34 حبه ويمكن اكثر لانه يمكن الا صغرتوا الحلوه تخرج لكم اكثر حتى 40 حبه كما كيف ما كتشوفوا. من الاحسن تحتفظوا بها في الثلاجه بحكم هذه الايام بدا كيسخن الحال ديروها في بواطه سدوا عليها مزيان واحتفظوا بها في الثلاجه وبالصحه والراحه كما كيف ما كتشوفوا من الداخل كتجي رائعه معلكه. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم.